اهلا بيكم في قضيه علميه، قصه علميه مثيره ومهمه للغايه وتهم فروع طبيه مختلفه الحقيقه، وهو فرط التنشيط. فرط التنشيط ده معنى مهم ومخيف، انه في تجهيز لزوجه اثناء اجراءات الحقن المجهري، بنعطي لزوجه بعض منشطات المبيض، فقد يحدث لبعض الستات بعضهم يحدث له فرط تنشيط. فرط التنشيط ده بيصاحب بعض الاعراض المثيره، اللي هو الميه بتتجمع في البريتونيوم، الغشاء البريتوني، تعمل اسايتس، ارتفاع ضغط الدم ممكن يحصل تورم في القدمين، كل ده اسمه فرط التنشيط. لكن هل يفرق فرط التنشيط عن كلمه فرط التبويض؟ يعني وايه العلاقه، او الناس اللي عندها او الستات اللي عندها بي سي او بوليسيستيك اوفري اللي هو تكيس المبايض، ليه اكثر عرضه؟ هم بطبيعة الحال عندهم فرط تبويض، يعني عندهم، هل يوصفوا بأنهم فرط تبويض؟ قضية لازم نفهم المسميات فيها عشان ما يحصلش لبس، وهل أصبح فرط تنشيط جزء من الماضي بعد التنوع والتقدم الكبير اللي حصل في عالم البروتوكولات الخاصة بالتنشيط ده؟ هنفهمه في حوارنا النهاردة مع الاسم الكبير اللي بسعد جدا بالحوار العلمي معه، ودايما حوار علمي يعني في تارز بوينت، في نقاط واضحة جدا لا يخلو أبدا من جراءة الشرح والتفصيل والتحديث للأحدث دائما في العلم. ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور أحمد عوض الله، استشاري وأستاذ تأخر الإنجاب والحقن المجهري ورئيس مجلس إدارة المؤسس لمستشفى الطب العريق. القصة اللي جاية قصة مهمة ومثيرة. ست عندها عندها بطانة رحم مهاجرة اندوميتريوزس، عملت منظار بطن على حد تعبيرها، شالت جزء من بطانة رحم المهاجرة والأمور تمام على حد تعبيرها، لم بتقول بل إنه حصل حمل بس حصل بعد إجهاض. هي سؤالها حصل حمل إيه؟ حمل ثم حصل إجهاض، ما اكتملش الحمل رغم إنها عملت البروسيدر اللي هو اسمه منظار البطن، اللي هو تدخل مع بطانة رحم المهاجرة وتعامل معها، والمفروض الأمور ماشية كده. سؤالها هل هناك مشكلة في انغماس الأجنة في بطانة الرحم في ظل وجود مرض في خلفية المشهد اسمه بطانة الرحم المهاجرة؟ الستات اللي عندهم إجهاض متكرر، الستات اللي عندهم تأخر حمل غير معلوم السبب، الستات اللي عندهم فشل متكرر في محاولات الحقن المجهري، الستات اللي عندهم اندوميتريوزز وحمله طبيعي حتى لو ما كانش حصل عندهم إجهاض ولكن شخص في يوم من الايام بصوره ما ان هي عندها اندوميتريوزس حتى لو ما كانش حصل معاها اجهاض قبل كده، المجموعات دي لما يحصل عندهم حمل طبيعي لابد ان يعامل معامله الحمل الخطر فور معرفه وجود حمل. يعني ايه الحمل الخطر؟ يعني مثبتات، كورتيزون، اسبرين، أدوية سيولة، وبعض العلاجات الأخرى. لماذا يختلف أو لماذا تختلف المذاهب شديدة الاحتراف في المساعدة في حدوث حملة على هذا الكلام اللي أنا بقوله؟ لأنه كل واحد له رؤيته تاني، فممكن يكون في مدرسة بتقول انغماس الجنين على بطانة الرحم هو مقرون بطبيعة الجسم ومناعة الجسم في ذلك الشهر، وفي مدرسة تانية بتقول لو أنا اجتهدت أنه يحصل حمل عن طريق وسائل المساعدة للإنجاب
لو انا كان بقالي سنين ما حملتش، لو انا اجهضت مره واثنين وثلاثه ومشتاق ان هو الحمل يكمل، لو انا لو انا لو انا اللي هي كلها الحاجات اللي يعني ليه لا ان انا ادي من العلاجات ما قد يساعد على استمرار الحمل. السؤال القادم حول تحديد جنس المولود وسؤالهم تيكس اند تريكس، في هل في نقاط معينه ناخد بالنا منها عشان نضمن ان تحديد جنس المولود يمشي في الاتجاه السليم، اتجاه النجاح؟ طيب، هو الفحص بتاع الاجنه او الفحص الوراثي للاجنه لمعرفه الذكور من الاناث هو واحد من الفحوصات اللي انا بسميها اختياريه في الطب، ده نمره واحد. عليها الاختلاف في المذاهب وليس التشريع، يعني اظن انه اغلب الاديان مش هتقول لا على هذا الفحص. يعني انا النهارده لو انا مريض وجيت للدكتور ايمن وانا ما عنديش ولاد وقلت له انا عايز افحص اجن عشان اجيب ولد، 99% من الدكاتره اللي زي الدكتور ايمن هيقولوا لي لما يبقى عندك عيال يبقى تعالى، انما لو انت بتيجي من اول السطر ما تجيش. فهو ده اللي بيسموه فاميلي بالانسنج، ناس عندها بنتين عايزين التالت يبقى ولد، ناس عايزين عندهم بنت ومش عايزين يجيبوا اكتر من اتنين وبيدوروا على انه نمبر 2 يبقى بنوته يبقى ولد او بنت. عند النقطه دي انت بتعمل هذا الفحص للزوج والزوجه. التريكس اللي فيه انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد، هو ده التريك. احنا سنه 2007 كنا اول ناس نبدا نعمل الشغلانه بتاعت الفحص بتاع الذكور والاناث، حوربنا كثيرا رغم انه هذا الفحص هو حلال 100%. هذا الفحص نرى فيه العجب مقارنة ورغم ان دي سيدة يعني دي سليمة، دي واحدة ست بتجيب عيال وبتخاف تقرب من جوزها لو ما هي مش حاطة وسيلة منع حمل او ما بتاخدش وسيلة منع حمل او نسيت وسيلة منع حمل. هؤلاء نرى فيهم صعوبة في التحفيز في جزء يعتبر أكبر من الجزء اللي فيه صعوبة في التحفيز في الستات اللي ما عندهمش عيال. نرى فيه مشاكل في بطانة الرحم مع التنشيط لا نراها في الستات اللي هم عندهم اللي بياخدوا منشط عشان يحصل حمل. نرى سيدة عندها 7 بنات فحصت جنين يطلع الجنين ده ولد، ونرى سيدة عندها بنوتة واحدة وفحصت أجنة مرة واثنين وثلاثة ولا تجد من الذكور ما يعود إلى الرحم. فالموضوع كله هو يعني قدري، والتريك الوحيدة اللي فيه هو أنه في رأيي أنا بقى التريك الوحيدة اللي فيه إن كان هذا الفحص وإن كان هذا العلاج سوف يقتطع من قوت، أنا بتكلم على هؤلاء اللي عايشين في المجتمع المصري، إن كان هذا العلاج سوف يقتطع من قوت من هم في المنزل، لو رغم أنه ما هوش يعني أغلى حاجة في الدنيا، فأنا دائما بنهر الرجل والمرأة عنده، لأنه أنا باخد من ناس مش مستاهل أنهم يتعذبوا عشان أعمل علاج. أنا مش بغير كلية ولا بعمل ماء بيضة ولا بحط سماعة في وداني، انا بعمل علاج اختياري بحت. انت نورتنا، شكرا. كل سنه طيب. انا هعمل حلقه عن الموضوع الاخير ده. هل هناك اشياء في الطب اصبح ينبغي ان احنا نتكلم عنها بشكل اكثر وضوحا؟ هل في بعض يعني القفزات الغير منطقيه على بعض القواعد الطبيه؟ هل في بعض الاشياء التي توضع تحت بند اجتهادات وهي ليست اجتهادات بل هي اراء فرديه وراها الرغبة في تحقيق مصلحة ما؟ هذا الأمر ينبغي أن نفكر فيه جريدا وجليا، وسنتكلم فيه في الحوار القادم بالتفصيل. ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة اللي بنسعد
بوجوده معنا دائما الاستاذ الدكتور احمد عوض الله استشاري تاخر انجاب الحقل المجهري والرائد القدير ورئيس مجلس اداره المؤسس لمستشفيات دار الطب العريقه. نورت الدكتور. شكرا. خليكم مع الدكتور.